خالد. هذه سيارة أحمد هيثم، هي اللي شابة كانت مال هيثم. هي كمان شابة تنعبه. ما فهمت أنا كيف يدخلوا من اللي يطلع من اللي يطلع. انذار له من الحريق. ولا ايش انت رايك؟ ايش رايك؟ منو يعني؟ هذا 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 صح تو انتبهت. بشكل عام الافضل. الصراع بين هيثم على اساس انه قدم اداء جميل ورائع.